لو الحكاية فيها إن فيديو. هو من امتى حضرتك ان انا بقى منتج زيادة ابيعه بالامر يعني ابيعه بالنقصة ولا مسائلة يعني انا النهارده ما اقدرش احط زي ما حضرتك كده عاملين واجي انا كمصطفى مواطن اروح جاي اقول لك انا عجباني السجاده دي هات لي عايز اشتريها ثمنها كام اشتريها وخد يا عم فلوسها ازاي يا جماعه ده منتج فرد يعني انا اروح جاي انا كعيله عايز اخد خمس ست حتت من دول احطهم عندي في البيت هتجبرني ان انا ادخل مزاد عشان اخدهم يا فندم كويس ما هو ده لازم نعدله يا جماعه احنا معلش سياده المحافظ مش حاطط منه حاجه سياده المحافظ عنده محافظه مكرمات الاطراف ملايين المواطنين فيها لو حضراتكم انتوا اللي مسؤولين عن هذا المشروع من سنين وعارفين هذا الغلط ما جيش اقول الكلام ده لازم يتغير ونحوله ان احنا نعرف نبيع حاجه زينا زي اي حاجه تبع خاصين هتقولي اصل القانون مش مفيش قانون كل حاجه ممكن تتغير كل حاجه ممكن تتغير صح مش بتكلم على القانون والله العظيم هي لوائح وقرارات بتطلع برضه يا فندم احنا شغالين في الموضوع ده احمد ارجع ورا